نروح للخبر اللي بعد كده. الاسبوع اللي فات طبعا قلت هنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان البرتغالي بيريرا بدا السيطره على لجنه الحكام وهيعيد تشكيلها من اول وجديد، وقلت كمان ان اول قراراته هتكون رحيل توفيق السيد والاستعانه بتامر دري مكانه طبعا، وكمان السيد مراد، وهيغير المسؤول عن تقنيه حكم الفيديو، وقرر كمان اقاله المسؤوله عن التحكيم النسائي. ده احنا قلناه بالفعل. بيريرا اكد بقى انفرادنا وقال ان المسؤول عن التحكيم النسائي، وأقال طبعا المسؤول عن التحكيم النسائي، والنهاردة بقول لكم أنه هيعين سعيد عبد الغفار مسؤول عن التحكيم النسائي في الموسم الجديد. كمان تمت إقالة المسؤول عن حكم الفيديو وهيكون في بديل له، ده بالإضافة إلى موضوع مهم جدا وهو مصمم عليه أنه يعمل تصنيف للحكام. دي نقطة مهمة، 30 طاقم حكام للدوري الممتاز وأطقم تانية ملهاش علاقة بالدوري الجديد، ده اللي هو يعني الفئة التانية، تحكيم تانيين مختلف تماما تدير دوري الدرجة الثانية. في معارضة كبيرة جدا من اتحاد الكرة لقرار بيريرا، وكمان في محاولات انهم يطفشوه زي ما عملوا مع كلاتنبرج. الحقيقة ان انفراد قناة النادي الاهلي وبرنامج البيت الكبير مع الكابتن اسلام الشاطر بظهور مارك كلاتنبرج يوم الاثنين الفات عمل ردود فعل مستمرة على مدار الاسبوع، لكن قناة الاهلي ناقشت موضوع التحكيم بكل موضوعية وحيادية وجابت كل الاطراف في الحلقات، يعني طبعا الحلقه التحكيم دي الهدف منها دايما بيكون الصالح العام للكوره، مش حاجه معينه، مش صالح النادي الاهلي. يعني عاوز اقول هنا ان بعد حلقه قناه النادي الاهلي يوم الاثنين محاولات تطفيش فيكتوريا بريرا عفوا بدات. شفنا على مدار اليومين اللي فاتوا الناس اللي تمت اقالتهم من لجنه الحكام بداوا يظهروا في البرامج بقى والقنوات ويهاجموا بريرا، وكل ده عشان خاطر يرجعوا للنظام القديم ويجيبوا رئيس لجنه التحكيم مصري ويرجعوا للتحكيم اتسلطه زي ما الراجل قال. يعني الراجل قال كده بالظبط، قال التحكيم اتسلطه. اتمنى ان مجلس اداره اتحاد الكوره يكون اكثر حكمه وانه يدعم ويحمي بريرا ويسيبه يكمل تجربته ويفرض نظام على لجنه الحكام والكل يلتزم بيه، لان ده لمصلحه الكره المصريه بالمناسبه يعني، ولمصلحه الحكام نفسهم. نقطه مهمه جدا 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 ان انت تسيب الراجل يشتغل. ما الراجل عامل شغل هو بيحاول يطور. انتوا بتتفاوضوا في الارات ليه يا جماعه؟ ما انتوا ما تجيبوا، لو من الموضوع من الاول انتوا عايزين تجيبوه عشان تطفشوه خلاص ما بلاها دولارات وهاتوا واحد مصري من الاول، انما ما تجيبش واحد وانت بتحاول تطفشه، انت اللي بتحاول تطفشه. بالعكس كل الانديه عايزه خبير اجنبي عشان يدير منظومه التحكيم عشان عايز عداله تحكيميه، ده المنطق. يعني اي نادي في مصر عايز ايه غير العدل؟ ان هو ياخد حقه، مش عايز اكتر من كده. فبالتالي دعم الراجل ده مهم، واتحاد الكرة لازم يحمي الخبير الاجنبي. ما حصلش معاه زي ما حصل مع كلاتنبرج. اللي حصل مع كلاتنبرج ده سقطه في تاريخ اتحاد الكرة، ان انت تجيب واحد خبير اجنبي وتبيعه. ودلوقتي كل الناس اللي تم اقالتها طالعه في البرامج ومستباح بقى بريرا ده كله عادي يتكلم عليه عشان خاطر يجي واحد مصري يشغلهم تاني. ده اسمه كلام يا جماعه؟ يعني هل يعقل انك يبقى عندك خبير اجنبي بتدفع له بالدولار انت اللي عايز تطفشه؟ ليه؟ ما تسيب الراجل يشتغل. يعني نتمنى ده ما يحصلش طبعا، واحنا هندعم الراجل ده لان الراجل ده هدفه هو تطوير منظومه التحكيم في مصر ويكون في سيستم للحكام يسري على الجميع. ده مهم جدا. ما تجيش انت بقى تروح بايع الراجل وتعمل معاه زي ما عملت مع كلاتنبرج. انا اسف يعني ده ما ينفعش وما يصحش، عيب شكلنا. على فكره كلاتنبرج طلع قال كلام ما يصحش علينا، فما تخلوش الراجل ده كمان يعمل كده ويبقى دي سمعتنا، يعني عيب.